في بداية الخمسينات بالتحديد في 52 قام عبد الناصر بثورته في مصر على الملكية، وبدأ المد القومي الناصري في أرجاء العالم العربي، وسوريا طبعا تأثرت بذلك. حزب البعث كان من بين أكثر الأحزاب إيمانا بهذا المد وبفكرة الوحدة مع مصر في الجمهورية العربية التي أسست بعد ذلك، وأيام الوحدة من 58 ل 61. أسألك بداية، لماذا كل ذلك الإيمان من قبل البعث وقادته حينها بفكرة الوحدة مع مصر، مع أنه يعني عبد الناصر خلفيته مختلفة شيئا ما عن خلفية حزب البعث؟ يعني هذا الموضوع في له سببين رئيسيات. سبب منه أنه الجيش صار فيه عدد كبير من الضباط الماركسيين، بل أنه عفيف البزري قائد رئيس أركان الجيش هو شيوعي، وبدأوا بدهم يأسسوا على طريق الاتحاد السوفيتي كولخوز وسوفخوز بسوريا، فهذا الأمر خوف البعثيين، خوف القوميين كلهم أنه يروحوا خاصة في الاتحاد السوفيتي، وبالتالي أنه يروحوا يستلموا السلطة الشيوعية. فهي طبعا عبد الناصر قومي عربي وعدو أول للشيوعيين أيضا، فهذه نقطة التقاء. هاي يعني نقطة أساسية دفعت. الشغلة الأخرى أنه حزب البعث حزب قومي بالأصل، يعني الفكر العام هو فكر قومي، وعبد الناصر رغم أنه أعدم سيد قطب وكانوا الأخوان المسلمين إلى حد ما واقفين ضده، يعني باعتباره نظام متسلط مخابرات وكذا إلى آخره، لكنه كان نظاما قوميا عربيا لأول مرة. يعني هو من المنطقة يمكن اللي شو بسموها بمصر فلاحين، يعني أي يعني ما هي المنطقة، فيعني قوميته العربية أصيلة أيضا. من الصعيد قصدك؟ أنه من الصعيد؟ صعيد، من الصعيد، هو من الصعيد نعم. فقوميته العربية أصيلة، وتعرف يعني الرجل كان لما يخطب كان عنده كاريزما وخطابة، ملايين العرب كانت تسمع له، فانجذبوا لتأثيره ولشخصيته. كلنا انجذبنا بما في أنت شخصيا، كلنا انجذبنا لعبد الناصر. وانت بالمناسبة التقيته بعد ذلك، التقيت عبد الناصر شخصيا؟ طبعا التقيته مع القصة الأولى اللي قلت لك إياها، انه عفيف البزري والشيوعيين نقطة التقاء. صار يعني البعث انا سميته الهروب الى الامام، هرب الى الامام الى الوحدة مع مصر. على الرغم من كل هذا التقارب والرغبة الجارفة للبعثيين وحزب البعث في سوريا للوحدة مع مصر وحبهم لعبد الناصر، اشترط عليهم كشرط اول حل الحزب، حل الحزب وحل باقي الاحزاب. السؤال هنا كيف قبلوا؟ هي هنا الإشكالية، أنه القيادة صاروا بين أمرين، إما بدهم يرفضوا الوحدة مع عبد الناصر وبالتالي كأنه رفضوا فكرة أساسية من أفكار الحزب الثلاثة، الوحدة والحرية والاشتراكية، أو أنه بدهم يقبلوا حل الحزب. فقبلوا حل الحزب وأبلغنا، وأنا يمكن أسلفك شلون الإجراء الفني بهالموضوع. احنا كانت دائما بالاجتماعات يوقف واحد يقول أمة، او اللي بدي يرأس الجلسة يوقف يقول أمة عربية واحدة، واحنا نوقف كلنا ونقول ذات رسالة خالدة، شعار حزب البعث. هذا تبدأ الجلسة، تبدأ الجلسة على هذا الشكل. لما بدون حل الحزب اجتمعنا، جمعونا بالمكان مكتبة الغسانية اسمه، فقالوا إن هلا بيوقف لهذا، بيقول أمة عربية واحدة، ما حد برجع له. يعتبر الحل، يعتبر حل الحزب، الحل الحزب بهذه الطريقة يعني. بهذه الطريقة. فبالفعل وقف واحد قال أمة عربية واحدة، إحنا سكتنا، وبذلك حل الحزب. وحل الحزب فوقف. نكتة، أحد أصدقائنا توفى الله يرحمه، كان يمكن سفير لسوريا ما بعرف وين، قال يا جماعة بعد ما طلعنا قال وين بدنا نروح هلا احنا؟ والله ما في غير كل واحد يعني ينتسب لاقرب عشيره له، مو لعشيرته، لاقرب عشيره له. لان حل الحزب وهو انتمائهم، يعني الحزب كان الذي كان يجمعهم فوق القبليه وفوق العشائريه. نعم.
فلما الحل الحزب فبالتأكيد كانت صاعقة وضربة قوية خصوصا لقادة الحزب. وأنا أود أن أسألك عن موقف قادة الحزب على الأقل صلاح الدين البيطار وميشيل عفلق بالضرب، بالتأكيد كانت ضربة قوية لهم. هاي راح أكمل يعني. فعمليا في جزء من أعضاء الحزب القاعدية اللي هم سموا فيما بعد القطريين، هذولا ما كانوا موافقين على الحل، وأغلبهم ينتموا إلى فرع دير الزور. أغلبهم هذولا يعني كانوا ضد. من أهم الأسماء من هذا الفرع؟ أسماء إسماعيل عرفي على سبيل المثال، يعني كأي واحد منهم ما أذكره، يعني توفى أظن الله يرحمه، وأخوه ما بعرف شو كان ضابط بالجيش والله. المهم إسماعيل عرفي هو يمكن أبرز اسم فيهم. فالمهم أنه يعني هذا الموضوع مجموعة من الحزبيين رفضوا حل الحزب، وقفوا. بالإضافة إلى أنه في مجموعات حزبية أخرى الأخوان المسلمين لم يكونوا مع الوحدة. الشيوعيين لأنها تطالب بحلهم، الشيوعيين لم يكونوا مع الوحدة ورفضوا حل محل نفسهم الشيوعيين، والأخوان المسلمين محل نفسهم. موقف القادة فعليا ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار باعتبارهم الرأسين الكبيرين في الحزب من الحل هلا فعمليا عاد لما عبد الناصر يعني صار لابد من الوحدة وجوا عدد من الضباط ومن المدنيين، وصلاح البيطار كان وزير خارجية وكذا، كلهم يعني اجوا ونفذوا له الشروط اللي بده اياه، حل الاحزاب حل الاحزاب اوكي. فهنا عاد يعني بمعنى انه كانه بداوا يوعوا على مساله جديده. فطبعا عين اكرم الحوراني نائبا لرئيس الجمهوريه، وعين صلاح البيطار وزيرا لما ظل الخارجيه وما بعرف شو. المهم يعني ميشيل عفلق ما بالاصل عينش، وعين مجموعة يعني من البعثيين في وزارات مختلفة، ولكن بدأوا البعثيين بعد ما راح خطر الشيوعيين وعبد الناصر فرطهم سرحوا وشرعوا إلى آخره، راح الخطر. فشو صفى الوعي جديد إنه إحنا وين رايحين؟ هذا دكتاتور عبد الناصر، وهذا ما في لا ديمقراطية لا في حرية ولا في كذا. قدم أكرم الحوراني استقالته، قدم صلاح البيطار استقالته من مراكزهم الحكومية، شكلت اللجنة العسكرية بالسر من أجل عمليا سواء تشكيل اللجنة العسكرية أو استقالة أكرم أو استقالة صلاح البيطار، أنا صنفته وبعتبرها انسحاب منظم وتدريجي من الوحدة. اللجنة العسكرية، وهذه لجنة مهمة جدا التي ستقود يعني معظم الانقلابات التي ستحدث بعد ذلك، سوف أسألك عنها بعد قليل، ولكن أود أن أسألك على نقطة مهمة وباختصار إن سمحت في هذا الجزء من البرنامج، وهي مدى تسلط عبد الناصر خلال الوحدة، لأنه كما يروي الذين عايشوا تلك الفترة أنه هم مش كل القادة السوريين والبعثيين طبعا، شوف في والحاكم الفعلي في سوريا ومصر كان عبد الناصر. ايه شوف أنا ما بعرف، هيك عندي يعني وجهة نظر بهالموضوع. التسلط في إله خلفيات، عندما تكون خلفيته وطنية فبخف كثير مفعول السلبي، وعندما تكون خلفيته إما طائفية أو أشكال وألوان فتزيد، أو أنه بده يصير كذا إلى آخره، ولكنه يبقى تسلط، والتسلط بطبعه سلبي. معلش مش التسلط سلبي، لكن قاعد بقول تخف وطأته، تخف وطأته عندما تكون خلفيته وطنية. فعبد الناصر خلفيته وطنية وخلفيته قومية، وأنت لا تشك في ذلك، لا تشك في خلفيته الوطنية. ما كنا نفطن، رغم أنه أعدم سيد قطب من الإخوان المسلمين، بس ما حدا كان يفطن إلى أنه هذا دكتاتور، كانوا يفطنوا إلى هذا بطل قومي. هاي اللي كانت تنتشر بيننا كناس حزبيين وبعثيين كذا إلى آخره، أكثر من أنه هذا لما بلشوا يستقيلوا الأساتذة صار أنه هذا دكتاتور. الإشارة الأولى أنه إحنا برا، إحنا مع أساتذتنا، فلما استقالوا صرنا
عبد الناصر خطاباته ما عاد بالنسبة لنا هي نفس الخطابات القديمة، صرنا نفطن إنه هذا دكتاتور أكثر منه قومي عربي وغيره إلى آخره. فهي يعني الإشكالية اللي صارت من هون. لما إجا الانفصال عمليا صلاح البيطار أيد الانفصال رسميا، أكرم الحوراني أيد الانفصال رسميا، مشيل عفلق لا أيد ولا رفض، وقف موقف الصار على الحياد، على الحياد. بس عمليا هذا يعتبر كأنه تأييد، لأنه ما بيصير هو ما انفصال هذا.